في رأي حضرتك ايه اشد النقاط قصورا في تنفيذ مشروعات صغيره متوسطه؟ اول حاجه دراسه الجدوى لان الشاب الصغير ده هيجيب منين تمن تكلفه دراسه الجدوى وهيعملها ازاي؟ ما عندوش فكره. فلذلك لازم الدوله توفر دراسات جدوى مبدئيه، مش هقول هي دي النهائيه، لا، مبدئيه لجميع المشروعات المقترحه والمستقبليه. وان دي مش بعيد عننا، عندنا في الامارات عاملين لا يقل عن 550 دراسه جدوى موجوده على النت، فممكن الدوله تاخدها وبنفس التسلسل بتغيرها بالعمله المصريه، وهتساعد كتير الشباب ان هم يبداوا مشروعاتهم وبسرعه. وده مهنيا حضرتك يجوز؟ مهنيا لا يجوز، ولكن احنا بنبدا من حيث انتهى الاخرين، لسبب، لان احنا لو سيبنا الشاب الصغير للشركات اللي بتعمل دراسات جدوى مش هيقدر يخش مشروع. الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.